في الدورة البرامجية الجديدة المسلسلات على قناة ميدي أن تيفي. حريم السلطان في جزئه الثاني، العمل الذي حقق أعلى نسبة مشاهدة ويحكي جانباً من حياة السلطان سليمان القانوني. اشتري لي الأميرة إيزابيل فورتونا وحاشيتا اللي أسروهم وتجيبهم لهون على الأصل. أخ يا إبراهيم. أخت تيريز، عمل يتناول العلاقة بين الأقباط والمسلمين. خديجة. من خلال قصة فتاتين توأم. أوك ويلي اسمه بوتي، ده اسمه أرافين. دارت ليام، أول مسلسل تلفزيوني من إنتاج ميديا تيفي. إعادة لهذا العمل المستوحى من واقع المجتمع المغربي. عرفتي انت غالي، ما تستاهلش نشرح لك وما تستاهلش حتى نهضر معك. وتحلو المشاهدة على قناتكم ميديان تيفي.